من فوائد هذه الجملة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب أن أبا طالب من حكمة الله عز وجل في شأنه أنه لم يسلم، ولو شاء جل وعلا أن يجعله مسلما لأسلم، بل لو شاء جل وعلا فلا يشرك أحد لم يشرك أحد. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون هناك كفار وهناك مسلمون. ومن بين الحكم التي لم يسلم فيها أبو طالب لا في ثنايا حياته ولا في آخر حياته، مع أن قلبه يميل إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن له أشعارا ينافح فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من بينها قوله والله لن يصل إليك حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأشعاره تدل على رغبته في الدخول، لكن الله عز وجل حجب عنه ذلك حكمة منه عز وجل. أما الحكمة التي تستبين لي في بقائه في ثنايا حياته على الكفر، أنه من باب ألا يزاد في العناء والاضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجود أبي طالب على ملة قومه يمنع الكفار من أن يأتوا بجميع أذاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنهم يتوقفون احترازا من مكانة أبي طالب، ولذا كانوا يأتون إلى أبي طالب ويشكون النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلو كان أبو طالب قد أسلم لما كان هناك من يحول بعد الله عز وجل، من يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أذى الكفار.